أهلا بكم من جديد، نحن وأنتم وضلال الأصيل، هذه المساحة المفعمة بالمحبة للوطن والأغنيات الوطنية الخالدة التي تزكي روح المحبة والشجاعة والجلوس في حضرة هذا الوطن. مساحات ممتدة. رحب بضيفي داخل الاستوديو، الكاتب الصحفي والشاعر والناقد الفني أستاذ زي سعيد. مرحب بك، كل عام أنت بخير. مرحب بك ومرحب بالمشاهد الكريم، وتحية عطرة للشعب السوداني في ذكرى الاستغلال المجيد، ونتمنى دائما أن نرى شعبنا بخير ووطننا في أمن وسلام واستقرار إن شاء الله يا رب. لازم نحن من الصباح بنتكلم عن الغنى الوطني ودوره في الاستغلال، لكن في سؤال يدور في البال، هو عن الفرق ما بين الغنى الوطني والغنى الثوري. نعم، الغنى الوطني يختلف عن الغناء الثوري، وفي مشتركات بيناتهم اللي هي الغاية والهدف. كلاهما يضع الوطن في 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 غاية في غاية نبيلة، ولكن الغناء الثوري دائما ارتبط بالحراك الثوري المرتبط بتغيير الأنظمة والحكومات، ولكن الغناء الوطني ارتبط بالأحداث الوطنية مختلفة، أحداث سعيدة وتحولات، ومرتبط أيضا بتطلعات وأشواق الشعوب دائما. والمساحة في التعبير والمساحة في الغناء الوطني مفتوحة وليست مرتبطة بأزمان محددة وأوقات محددة مثل ما هو الحال بالنسبة للغناء الثوري المرتبط بالتحولات والتغييرات السياسية. هل ممكن الغناء الثوري نصنفه تحت مظلة الغناء الوطني؟ ممكن يتصنف، لكن كل له تميزه وله جوانب من خصوصيته اللي بتكون دائما مرتبطه بالظرف السياسي والاجتماعي والثقافي اللي انتج فيه هذا الابداع يعني. طيب، هل بتعتقد انه استاذ زبير الغنى الثوري ابقى من الغناء الوطني اذا اعتبرنا انه لاي واحد تصنيف مختلف؟ الغناء الثوري أكثر وصولاً وأسرع وصولاً للمتلقي، باعتبار أنه يعني نسبة الهتافية مع وضع العبارة في القوسين هي عالية في الغناء الثوري، باعتبار أنه غناء يحرك المشاعر ويحرك الشارع ويلهب المشاعر الثورية، هو يخاطب العاطفة الوطنية أكثر من الغناء الوطني الذي يخاطب العقل والوجدان في آن واحد. لذلك درجة العقلانية في الغناء الوطني أكثر، ودرجة الانفعال في الغناء الثوري أكثر. لذلك الغناء الوطني أبقى وأكثر رسوخا في الذاكرة، ولكن الغناء الثوري أكثر وصولا للجماهير وأكثر قدرة على تحريك المشاعر الجمعية للجماهير تجاه الأهداف الوطنية المحددة. أستاذ زبير، هل انشغلنا بالغناء بديلا عن البناء؟ للأسف الشديد يعني جانب كبير من هذا الاعتقاد صحيح، لأنه الغناء دائما هو يعني يبشر بالبناء، ونفتكر أنه الغناء نفسه هو شكل من أشكال البناء النفسي والوجداني للأمم، لأنه البناء ما في بعد المادي بس، لا بد من البعد المعنوي، لأنه هذه الأمم العظيمة تبنى في تماسك النفسي وترابط الوجداني ووحدتها النفسية والاجتماعية والثقافية، حتى تحدد أهداف الوطنية، وحتى تسهم بشكل جمعي في أنها تحقق بناء وطني كبير للوطن عموما. حصل نحن لأنه يعني افتكر أنه أكثر من 67 عاما من الاستغلال، افتكر أنه ما سهلة، سنوات مديدة يعني، كان مفترض ان احنا نكون تجاوزنا فيها الكثير جدا من العقبات والكثير جدا من الامراض للاسف الشديد لا زالت تقعد بالوطن وتقعد بانسانه وتقعد بطموحه، وابرزها يعني ارتفاع النعرات القبلية والاثنية والتقوقع في القبيلة وتقديم القبيلة على الوطن، ودي كلها افتكر انها هي كانت اشكالات يجب لو كنا اهتممنا بالبناء الوطني السليم المؤسس على قيم ومفاهيم متقدمة لرؤيتنا للوطن، الوطن الطموح والوطن الحلم، لكنا في وضع أفضل مما نحن عليه الآن. إذا تكلمنا عن الغناء لثورة أكتوبر، نعم، ثم ثورة أبريل، نعم، ثم ثورة ديسمبر، هل اختلفت الرؤى؟
اختلفت الرؤى، لأنه الغناء لثورة أكتوبر رغم أنه كان قليل في الكم ولكن كان عميق في مدلولاته ودلالاته، وكتبوا عدد من الرموز وقدم من خلال عدد من الرموز الفنية للمطربين. وهو كان تتكلم أستاذ زبير يعني عفوا للمقاطعة، نعم، من حيث القيمة الفنية للعمل، نعم، تقصد، نعم، ولا من حيث ولوجه لوجدان الشعب؟ الاثنين معا، في الحالتين كان جيد. ويشترك معه الغناء لثورة أبريل برضو إنه ولج للوجدان، لأنه عدد برضو من الناس اللي قدموا لأكتوبر هم نفسهم اللي قدموا لثورة إبريل، هم تقريبا جيلين كانوا ما بعيدين من بعض، أو الناس اللي قدموا في ثورة أكتوبر كانوا يادابا، يعني مثلا زي هاشم صديق ربنا يمتعه بالصحة والعافية والملحمة، كان في عشرينياته يعني من عمره، فلما جات إبريل كان يعني هو وصل برضو دكتور عبد الواحد عبد الله كان في مرحلة باكرة، هو طالب برضو كل وفضل الله محمد ربنا يرحمه، كل النازل لما كتبوا لأكتوبر ثورة أكتوبر كانوا يادابهم في مقتبل العمر، وكانوا يادابهم في بداياتهم الفنية. لكن هو الغناء في لثورة أكتوبر يعني أنا أفتكر أنه الفترة ما بعد أكتوبر نفسها كانت فترة بتاعت استفهامات كثيرة، يعني غناء ارتبط بطرح الأسئلة، وأنا دائماً قاعد أقول أنه هي ما كانت أسئلة تبحث عن إجابات، ما كانت تبحث عن إجابات بأي حال من الأحوال، لكن كانت تعمق لشرعية السؤال نفسه، يعني أسئلة كانت مرتبطة بأنه كأنما هؤلاء الشعراء والمبدعين الذين قدموا أكتوبر وقدموا أغنيات في تلك الفترة يعني أرادوا أن يؤكدوا حقهم في طرح أسئلة كبيرة، وترك النخب السياسية والفكرية والثقافية أن تبحث في الإجابات الموضوعية لتلك الأسئلة التي للأسف ظل بعضها عالقا في ذاكرتنا وفي وجداننا إلى الآن. طيب يعني بما أنك ناقد فن أستاذ زبير، خلينا نعم نقدم محاكمة فنية سريعة لما قدم خلال الثورات الماضية، يعني نبدأها من أكتوبر وأبريل وديسمبر، نعم، وشنو اللي اختلف في شكل الغناء؟ هل قيمة المفردة، هل الهتافية، نعم، أفقدت المعنى للغنيات؟ هل المعاني أصبحت بسيطة وفقدت العمق؟ هل قيمة الرمزية التي قلت في الأغنيات يمكن في ديسمبر، باعتبار أنه يعني بعض أغنيات أبريل تم ترحيلها لأغنيات ثورة ديسمبر وغيرها، شنو الاختلاف بالضبط إذا قدمنا، نعم، محاكمة فنية للأغنيات الوطنية تمت في الفترة دي؟ طيب نقول الأغنيات الثورية، لأنه الغناء الوطني ظل يعني عدد من المطربين الكبار على رأسهم أستاذنا وصديقنا أبو عرك البخيت ومصطفى السيد أحمد ومحمد الأمين وعدد كبير من المبدعين المتميزين ظلوا يقدموا غناء وطني في مناسبات مختلفة، لكن الغناء الثوري هو الذي ارتبط بالتحولات والتغيرات السياسية. لو نظرنا للمشهد في الغناء الوطني من خلال ثورة أكتوبر وثورة إبريل وثورة ديسمبر المجيدة، ويحق لنا في مثل هذا اليوم أنه برضو نترحم على كل شهداء الثورات السودانية عامة، يعني فالمسألة اختلفت باختلاف معايير إنتاج تلك الأعمال وباختلاف الاهتمام الثقافي العمق الثقافي للأجيال المختلفة. يعني أفتكر أنه الجيل بتاع الستينات رغم أنه هو ما جيلنا، لكن أنا أفتكر أنه كان عميق جدا في نظرته وفي تعابيره، حتى الرمزية بالمناسبة برضو بدليل أنه ليوم الليلة بنغني ظلت راسخة هذه الأغنيات، وظلت يعني في كل يوم تتعتق وكل يوم تزداد ألق وجمال، وده ده أصلا ما بيقدح في التجارب اللي تقدمت في إبريل واللي تقدمت في ديسمبر، لأنه كل جيل عنده رؤيته وعنده ظروفه وعنده معطياته وعنده بيئته اللي بينتج فيها شكل إبداعه اللي بيعبر به عن أشواقه ورؤيته لطموحاته الوطنية. طيب هل الهتافية في الأغنيات الوطنية أفقدت بريقة اللي بيسبب خلوده وبالتالي سقطت من ذاكرة العام؟ أسهمت بشكل كبير جدا، لأنه الغناء الهتافي والغناء المرتبط بالمدلولات السياسية المباشرة، نفتكر أنه برضو إمكانية صموده وخلوده في الذاكرة ما قاعد يكون كبير، فلذلك يعني كثير جدا من هذه الأغنيات يعني تراجعت في الذاكرة الجمعية للمتلقي، بينما ظلت الأغنيات الوطنية الكبيرة أنتجت
برؤية عميقة ودون هتافية مباشرة، أكدت صموده وأكدت إنها بل بالعكس هي كل ما جاء الذكر، يعني حتى الاستغلال نفسه كلما جاء ذكر الاستغلال نحن بنرى إنه كأنما هذه الأغنيات يعني تتعطر وتتجمل وتعانق الشارع السوداني. جميل أستاذ زبير، لو تكلمنا عن الغناء الوطني وخلينا نخش أكثر خصوصية عن الإيقاعات المستخدمة في الأغنية الوطنية ونتكلم عن ذكاء المطربين في ذلك الوقت. نعم. والتنوع في استخدام الإيقاعات لإذكار روح الشجاعة. إذا قسمنا الأغنيات الوطنية لثلاثة مراحل. نعم. مرحلة النضال قبل جلاء المستعمر. نعم. أغنيات زي شرف البادي وزي عزة في هواك. نعم. والأغنيات اللي أثناء خروجه أو الفترة الأولى لخروج المستعمر. نعم. زي اللي غناه أحمد المصطفى، والأغنيات اللاحقة اللي يعني جاءت احتفالا بخروج المستعمر. نلقى مثلا استخدام المارش العسكري. نعم. في أغنيات في فترة. صحيح. نلقى استخدام إيقاع السيرة الراقص في فترة. نعم. وتوظيف بقية الإيقاعات المحلية، إيقاع الدلوكة تمتم مثلا وبقية الإيقاع. نعم. عشان تحمس الناس. نعم. على الإقبال على مرحلة معينة. فالذكاء الفني في استخدام الإيقاعات لكل مرحلة من المراحل. هي طبعا المطربين السودانيين الكبار اللي قدموا أغنيات وطنية تميزوا بذكاء عالي صراحة يعني، وقدموا نماذج وانتخبوا عدد من الإيقاعات المناسبة جدا لكل شكل من أشكال الأغنيات اللي قدمت خلال هذه الفترات. لكن خلينا نقول إنه الغناء غناء ما قبل خروج المستعمر هو كان غناء مطلبي. يعني يلبي أشواق الناس في إنها تتحرر من نير المستعمر البغيض يعني، ومشت في هذا السياق. ودي إحنا ما بنقدر نحاكمها بالمعايير النقدية الحديثة باعتبار إنها هي يعني أغنيات أنتجت في ظروف بالغة التعقيد، والفنانين زي خليل فرح والعطبراوي النزل ظلوا يعني ملاحقين من المستعمر، وظلوا حتى إمكانيتهم إنه يقدموا هذه الأغنيات في 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 مسارح محدودة كانت مسألة فيها يعني ضريبتها كانت باهظة جدا يعني وكانت صعبة جدا يعني. بعد ذاك الغناء القدم بعد الثورات إن كان أكتوبر أو إبريل فهو يعني غناء أنا أفتكر إنه برضو كان ماشي في إنه يعني وكان وضح إنه التطلعات بتاعت الشارع، سقف التطلعات بتاعت الشارع وطموحاتها في رؤية وطنها كانت أكبر من رؤية أو من العقل السياسي في تلك المراحل. فلذلك حركة الإبداع الوطني والغناء الوطني ظلت متقدمة على الفكر والرؤية السياسية لكل المانيفستات بتاعت الأحزاب السياسية للأسف الشديد. فلذلك يعني نحن ظللنا يعني نغني للوطن ونحلم يعني هذا الوطن جميل من خلال أغنياتنا، لكن في الواقع للأسف الشديد هو مهيض الجناح يعني وأحلامنا مهزومة. وإلى الآن يعني هذا الوطن واحد من أعرق يعني البلدان في العالم، وطن بحضارة إنسانية عريقة، وطن بتنوع إثني وعرقي وثقافي واجتماعي فريد، لكن لا زال هذا الوطن يعني نفتكر أنه يتنكب ولا زال يتعسر ولا زال يعني لم نحقق رؤيتنا له بالشكل اللي يتناسب مع طموحنا وحبنا لهذا الوطن الكبير. ذكرت لي قبل شوية أنه الأغنيات ما قبل جلاء المستعمر كانت في ظروف صعبة جداً وبالغة التعقيد. نعم. والمجهودات اللي بذلوها ناس خليل فرح وحسن خليفة العطبراوي في أنه يصيغوا أغنيات في ظروف زي دي. نعم. كانت صعبة. نعم. فخلينا ده برضو بيقودنا لسؤال مهم جداً، وهو إلى أي مدى كان يدرك المستعمر قيمة هذه الأغنيات وتأثيرها على نفس الشعب السوداني؟ طبعا كانت المسألة خطيرة جدا، وهو كان يدرك خطورة هذه الأعمال، والدليل على ذلك ما ظل يعاني من يعني المطربين اللي قدموا نماذج خليل فرح ورفاقه يعني، وعانوا معاناة كبيرة جدا جدا في سبيل انه هم كان هدفهم يعني اولا توحيد الوجدان القومي السوداني، ويعني رفع مستوى الوعي بقيمة التحرر من المستعمر. وفي مثال عجيب يعني قد ما يعلم بعض الناس إنه الآهة في عزة في هواك، الآهة الشهيرة لخليل فرح، يعني هي خليل فرح لما كان في مصر وسجل الأسطوانة اللي تسجلت من خلالها عزة في هواك، يعني كثير من الناس الزبير ما سمعوا. نعم. الأغنية بصوت خليل فرح، لكن صحيح. ظلت اللزمة موجودة. أنا هذه مش نعم هذه الآهة
يعني خليل فرح عندما سجل هذه الأسطوانة كان قد تمكن منه المرض. يا سلام. وحتى أخبروا الأطباء بأنه هو خلال 3 شهور حيرحل يعني. فيعني تحامل على نفسه وضغط على نفسه عشان يسجل هذه الأغنيات من ضمنها عز في هواك. هذه الآهة يعني كانت آهة ألم، كانت آهة مشتركة، يعني دي واحدة من أشهر الآهات في الغناء الوطني السوداني. آهة كانت من الألم ونطاط المرض، وآهة كانت من الألم على ما يحدث للوطن المستعمر، وآهة كانت آهة تعبيرية دلالة على قيمة فنية من خلال هذا العمل الوطني الكبير. جميل، نحن متواصلين معك ونهديك ونهدي كل المشاهدين لحن وطني نزكي به روح الحماسة ونجدد به عهد المحبة لهذا الوطن. أهلا بكم من جديد بهذه الروح الوطنية الخالصة، نستمر برفقتكم ونحن نحتفي ونحتفل بذكرى عبق الاستقلال المجيد. ورحب مجددا بضيفي داخل الاستوديو الكاتب الصحفي والشاعر والناقد الفني الاستاذ زبير سعيد. مرحبا بك من جديد. واستاذ زبير، يعني اللحن الماضي بيقودني لسؤال مباشر، وهو بعض الاغنيات ظلت شعارا طوال السنوات التي مضت وربما ستظل لاحقا لسنوات قادمه. ما السر في بقاء وخلود بعض الاغنيات وذوبان الاغنيات الاخرى؟ السر عنده بعدين. البعد الأول إنه هذه الأغنيات كتبت بمضاد الصدق، كتبت بدرجة عالية جدا من الصدق والتجرد الوطني. الأمر الآخر إنه يعني هذه الأغنيات يعني كانت محملة بأشواق وأحلام وأمال عريضة، للأسف الشديد يعني لم تتحقق ولا بالحد الأدنى مما كانت، لأنه أصلا الغناء هو تعبير عن آمال وأحلام وأشواق الشعوب والمجتمعات. فلذلك يعني هسه يعني أنا دائما أقول مثال إنه حتى الأيقونات اللي كانت تردد خلال فترة الاعتصام وخلال فترة ثورة بداية ثورة ديسمبر وإلى الآن هي أغنيات يعني معظمها كتبوها، يعني مثلا إذا مسكنا محجوب شريف ربنا يرحمه مع الراحل الموسيقار محمد وردي مثلا، حنبنيه البنحل به يوماتي. الشباب دي أنا قاعد أقول إنه الأغنية دي على وجه التحديد هي أكبر واحد من الشباب اللي كانوا في ميدان الاعتصام. يعني الأغنية رسها عمرا يعني ما فالشباب دي قيمة هم كبار. فلذلك يعني شوف السنين دي كلها كأنما يعني وردي ومحجوب ومصطفى وكل الناس اللي كتبوا بصدق عالي لهذا الوطن كأنهم أحياء وكانوا مشاركين في هذه الثورة المجيدة. الغناء ده ما نوع من الترف أصلا، الغناء ده رسالة، والغناء عنده دور كبير جدا. وأنا أفتكر أنه اللعب والغناء بكل أشكاله إذا كان غناء وطني أو غناء عاطفي الدور اللي لعبه في توحيد الوجدان السوداني وفي تعريف المجتمعات السودانية بعضها ببعض لم تفلح فيه كل القوى السياسية، لأنه الشعب السوداني ده لم يجد فرصة لأن يتحاور بشيء من الأريحية وبشيء من القبول بالآخر بكامل الحرية إلا من خلال الغناء الوطني والعاطفي. فلذلك أنا أفتكر أنه الغناء متقدم، الإبداع متقدم على الحركة السياسية في السودان، والتفكير الإبداعي متقدم على التفكير السياسي في السودان. طيب إذا كان التفكير الإبداعي متقدم على التفكير السياسي والغنى متقدم على الفعل السياسي، ليه نحن طوال أكثر من 67 عام ما زلنا في مرحلة نحن كان مفروض نكون تخطيناها يعني قبل سنوات طويلة جدا؟ ببساطة لأنه المبدعين بيرهنوا اكتمال رؤيتهم للتغيير بالعقل السياسي، والعقل السياسي نفسه هو يعيش حالة من يعني حالة من الشرود الذهني. نفتكر إنه الناس استمرت فترة طويلة جدا، والدليل على ذلك إنه نحن كل ما مرت الأيام بدل ما يحصل لنا نضج في فعلنا السياسي ورؤيتنا السياسية، نفتكر إنه بيحصل لنا نوع من الاضمحلال الفكري ويحصل لنا نوع من التراجع ويحصل لنا نوع من المسائل دي محبطة جدا بالنسبة للشعب السوداني ومحبطة جدا للشارع السوداني. يعني الشارع السوداني كان بيتطلع ولا زال يتطلع إلى قواه السياسية الحية بأنها يعني تنظر لهذه الجراح، يعني تنظر لجراح هذا الشعب وتتعامل مع قضايا هذا الشعب بقدر أكبر من المسؤولية وبقدر أكبر من الالتزام الوطني اللي هو في حد الأدنى
في حد الأدنى يقود لحالة من الوفاق. نحن ما بنقول اتفاق، ما بنقول اتفاق، لأنه شكل الاختلافات السياسية هي متجذرة وعميقة، لكن نقول وفاق إلى حد ما، الناس تتوافق على حد أدنى من الرؤى أو المبادئ الوطنية التسهم في أن تخرج هذا الوطن من هذا النفق المظلم، وتسهم في تحقيق آمال وطموحات شعبه وشبابه على وجه التحديد. يعني هل إنقاذ المبدعين والمثقفين والأدباء وراء الانتماءات السياسية الضيقة وفوتوا فرصة أن يجتمعوا تحت مظلة الإبداع بعيداً عن الانتماءات السياسية؟ الحزب الإبداع هو الحزب الأكبر، وهو الحزب الأصلاً لا يمكن أن يخسر أي شكل أي نوع من أنواع الانتخابات، لأنه ده الحزب الفائز على طول، لأنه ده حزب منتمي انتماء غير مشروط للشارع. لذلك أنا بفتكر أنه مع قناعتنا بأنه كل مبدع حر في أنه يحدد انتماءاته الفكرية والسياسية والأيديولوجية، هذا حق إنساني، ولكن أنا بفتكر أنه المبدع الحقيقي هو أكبر من كل المواعين السياسية، وهو انتماء سامي ونبيل لقيمة وطنية، انتماء لوطنه ولشعبه. أنا بفتكر أنه كل ما كان المبدع يعني متحرر من هذه المواعين السياسية الضيقة، كل ما كان عنده القدرة على أنه يعبر عن أشواق وتطلعات شعبه بشكل من الحرية وبشكل من البراح الأفضل والتفكير الحر والمنطلق نحو أهداف لا تؤطرها أي نوع من الأيديولوجيات السياسية الضيقة. ده بيقودنا مباشرة أستاذ زبير لدور المثقفين في الاستقلال ودورهم في المرحلة الحالية. نحن المفروض نستفيد من ذكرى الاستقلال لنسقط المعاني والقيم النبيلة في أنه نعيد بها ترميم الواقع. بكل تأكيد المثقفين كان لهم دور كبير جدا، والدليل على ذلك هم كانوا النواة والثمرة لمؤتمر الخريجين، والمثقفين ذاتهم نفسهم كانوا قريبين جدا من المفكرين السياسيين. يعني حسن عطية كان صديق لناس المحجوب ولناس يعني كل القيادات السياسية في تلك الفترة. يعني فالمسألة حصل نوع من أحمد المصطفى، محمد وردي، المبدعين كانوا قريبين جدا من بعض منهم كان هو ذاته عنده علاقة بالأدب زي صاغ محمود أبو بكر وخضر حمد والمحجوب نفسه، وعندنا عدد كبير جدا من السياسيين المثقفين والمفكرين يعني أسهموا، وكانت الشقة كانت قريبة ومستوى التفكير كان متقارب. لكن أنا أفتكر أنه ما في منطق ولا في مبرر لأنه يخلي في حالة عداء ما بين العقل السياسي والتفكير الإبداعي، لأن المسألة هي تتكامل وتكتمل في رؤية. إذا تسامت هذه الرؤى وكان الوطن هو الغاية النبيلة، أنا أفتكر أنه ما في أي ما يمنع أنه تتكامل الأفكار وتتوحد وتتلاقح في سبيل أنه تخدم فكرة وطن. نحن بنحلم بأنه يعني دائما يكون في المقدمة. يا أخي، هل تراجع الدور المبدع ما بعد الاستقلال أستاذ زبير؟ ما بقدر أطلق بصورة عامة، يعني ما فنان بس ولا شاعر بس ولا أديب ولا صحفي بس، لأنه لو رجعنا بنلقى أنه الشعراء عندهم دور كبير، والصحفيين اللي كانوا بيكتبوا في الصحف المختلفة عندهم دور، والفنانين كانوا بيتنافسوا لأنه يزول منو اللي يغني للوطن ومنو اللي يغني أكبر عدد. تراجع اهتمام الأنظمة والحكومات المتعاقبة بالمبدعين، واتخلقت حالة من العداء والجفوة ما بين الأنظمة السياسية والمبدعين. أنا أفتكر أنها ما مبررة لأسباب كانت غريبة، وكانت خصما على 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 الوطن نفسه، وكانت خصما على البناء الموضوعي في 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 الوجدان السوداني. لأنه أنا أفتكر إنه نحن وجداننا ده كان محتاج جدا إنه يكتمل بناؤه النفسي والوجداني بالشكل السليم اللي بدينا به وما فترة ما بعد الاستغلال. انهزم الحوار اللي بيخدم القضية الوحدة، لذلك حصل نوع من التمترس، وحصل نوع من الانكفاء الذاتي، وحصل نوع من التخندق وراء القبيلة وراء الجهة وراء مسقط الرأس. أنا أفتكر إنه دي الردة الخطيرة والردة المخيفة في مشروع البناء الوطني الكبير. المسألة ذاته، المشروع الوطني الكبير ذاته ما مفروض يظل حلم إلى الأبد. هذا المشروع يجب أن يكون واقع، ويجب أن تكون هناك آليات موضوعية لتطبيقه من خلال مناهجنا المدرسية، من خلال مؤسساتنا الثقافية، من خلال منظمات مجتمعنا المدني. يا أخي، لغة الحوار نفسها، الحوار الوطني الخلاق الذي يخدم قضايا الوطن بتجرد
وبعيدا عن الأنا وبعيدا عن الذاتية وبعيدا عن الانكفاء حول القبيلة أو العنصرية. أنا أفتكر أنه يعني آن الأوان أنه نقطف ثمرة هذا الحوار الخلاق المفروض يقودوه المثقفين والمفكرين المستنيرين والواعين بقضيتهم تجاه وطنهم. أستاذ زبير، وأنت بتتكلم عن يعني تراجع دور الإبداع قصاد السياسة، كنت تحكي بأسى واضح وتحسر، ولعله الشاعر داخل الزبير سعيد ترجم هذا الأسى ببعض الكلمات الأدبية. يعني يا ريت لو سمعتنا نص يترجم حال الواقع. والله أنا في يوم زي ده ما كنت حريص على أنه يعني أتسبب في أي شكل من أشكال الشجن، لكن إحنا شجينين حقيقة، يعني لأنه يعني ما يحدث في وطننا وما يحيق بوطننا الآن صراحة يعني هو ما بيرضي أي لا صليح ولا عدو، لأنه هذا الوطن يستحق مننا نتجرد ويستحق مننا أن نتسامى فوق الخلافات الصغيرة، يعني على أساس أنه نقدر نعالج جراحات هذا الوطن وشعبه. ففي مقطعين، الأول أنا بقول حمامة تقضي في الوريد وزيتون شارب النيل وسامة، وأطفال يذوقوا طعم هناك تبراهم الغيمات سلامة. حمامة تقضي في الوريد وزيتون شارب النيل وسامة، وأطفال يذوقوا طعم هناك تبراهم الغيمات سلامة، وضحكات بتمرق من شقوق حيطتنا، والفرح اللي بيكون راسم على خديك علامة. أنا حزني لو سبب ملامة ما كنت بشوفك يا وطن محتار ومستني الغيامة. يا سلام. الحاجة الثانية هي قصيدة طويلة أنا حقول لك فيها المقطع الأخير، وأنا كتبتها 2005، يعني شوف دي 17 سنة، أنا ما عارف الفكرة عجيبة يعني. فبقول فيها، هي باللغة العربية الفصحى وأنا زول نوبي، إن أخطأت فليعذروني. يعني بقول رؤوسنا سقطت في كف النار وانكسر الزجاج، رؤوسنا سقطت في كف النار وانكسر الزجاج، والعائدون بلا حقائب هل يبحثون عن المزاج، في ضفاف القهوة الصهباء والماء الأجاج، بالاحتياج والاحتجاج ستموت فينا قيمة الأشياء ويرهقنا العلاج. يا سلام. ده بيقودنا لدور الصالونات الأدبية أستاذ الزبير في الاستقلال وما كانت تنتجه من أدب ومن ثقافة ومن فنون. سريعا، هي طبعا يعني هي ذاتها كانت يعني مساحات لمستوى التفكير بصوت مسموع، وتاحت فرص للاستماع للآخر. بالمناسبة الاستماع للآخر يتطلب درجة من احترام الآخر نفسه، لأنه ممكن أسمعك وما أحترمك، وممكن أسمعك وما أكون معترف بك. نحن محتاجين للاستماع للآخر ثقافيا وفكريا وسياسيا، نسمع وندرك ما يقول ونحترم ما يقول عشان نأسس لفكرة مشتركة عشان ننهض برؤية وطن واحد. أنا شاكر لك جدا الناقد الفني والكاتب الصحفي والشاعر أستاذ زبير سعيد، نورتنا جدا في ظلال أصيل. كل عام وأنت وكل الشعب السوداني بخير. نتمنى يا أخي شعبنا بخير ووطننا بخير، ونتمنى أنه يعني يا أخي تتعالج الإشكالات السياسية يا أخي، هذا الوطن لأنه بينزف يا أخي، وناس بتموت وناس بتعاني وناس بتتشرد. أتمنى أنه يا أخي القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها يا أخي تنظر لهذا الوطن بعين المسؤولية والالتزام الأخلاقي. إذن هذه كانت مساحتنا لهذا اليوم، حاولنا فيها أن نتطرق ولو إلى جانب قليل من دور الأغنية الوطنية في الاستقلال، وأن نستفيد من معاني الاستقلال التي سبقت وتنزيلها على أرض الواقع في الذكرى 68 لاستقلال السودان المجيد، وفي الذكرى ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة في انطلاقتها، ونحن نحتفي بمرور 68 عاما على استقلال السودان. نتمنى أن تشفى جراح هذا الوطن وأن يكون في أفضل مكان نتمنى أن نراه فيه جميعا، وأن تتحقق مقولات كل الذين سبقوا من أبناء هذا الوطن الخلص، والذين صاغوا بدمائهم ونبضات قلوبهم قبل أن يكتبوا شعرا لهذا الوطن العزيز، وأن نحقق مقولة إسماعيل حسن لو ما جيت من زيدي لكان أسفايا ومأساتي وذلي، وأن نحقق مقولة محمد عثمان عبد الرحيم وهو ينشد يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترن، وأن نحقق ما غناه مجذوب أنسى عزيز أنت يا وطني برقم قساوة المحني. تحياتي والفريق العامل، كل عام وأنتم بخير.